لو سمحت سيدي، لازم شوفه لفرحات. ما بيصير. بس الشغلة مهمة، في موضوع مهم بيني وبينه، موضوع ما له علاقة بالشي اللي كمشتوه مشانه. لو سمحتوا بشوفه دقيقة. هلأ أنت ممنوع تحكي مع حدا وخاصة فرحات. لو سمحت بس دقيقتين، والله ما تطول سيدي. سيدي هنيك ما كانوا عم بيلعبوا مراهنات، يعني كانت مباراة مشان نتسلم وأكثر من هيك. يعني بدك تقول أنت عرض. سكوت ولا تحكي شي، عود محلك وسكوت. في عنا شغلات تانية أنت ما بتعرفها، لا تخلي يروح الصالح مع الطالح. ها بس أنا ما حكيت. أحمد ربك إنه أخوك ساعدك، هو يلي خلصك من هالمشكلة هي، ولا بقى تدافع لي عن هدول الناس بعدين بتروح فيها وما حدا بيحس عليك. ها شو اللي صار؟ ما في شي بيخوف، طوروا بالكم. اللي وينه هلأ؟ هو فوق ووضعه كتير منيح، ما في داعي لتقلقوا. عمو سامي، شو اللي جابكو؟ وينه مهند؟ فوق. حبيبي شو الموضوع؟ شلونه؟ ألو؟ هو منيح، بالأول أخدوه على المستشفى، ما في شي بيخوف، بس أخدوه فحصوا الحمد لله طلع نظيف. شو يعني؟ أمي هلأ تركينا من هذا الحكي، مو وقته. ليش خبرتيه لبانا؟ شو لها شغل هون؟ يا ابني كنا كتير قلقانين عليكم وقلنا بتساعدكم. علي مشان الله قول الحقيقة، هو بخير ولا لا؟ قلت لك هو بخير، خلص بقى طولي بالك. حكيت مع المحامي اللي بالشركة عنا، بعد شوي رح يكون هون. تيسلموا، ما في داعي، إن شاء الله مهند ما رح يحتاج محامي. شو عرفك؟ أنا بدي أطلع لفوق ابني. لا تطلعي، ما رح يفوتوكي. أبوك فات وأنا كمان حابة فوت لعند أخوه. ما رح يدخلوا أبي لعنده، يلا روحي. وأنتوا كمان لو سمحتوا روحوا على البيت. ما بدي روح، بدي ضل معكم. وشو عقوبة هاي الشغلة؟ بدهم كمان يفوتوا على السجن. لا سمح الله، تعالوا. يا ربي دخيلك، وقت اللي زبط معنا الشغل صارت معنا هاي المشكلة. خبرونا اليوم، قال ما لهم ممثل بتكيل، لازم خلال هالأسبوع نوقع العقد معهم. اليوم اجيت شوفك مشان خبرك. عندك جواز سفر؟ فينا نروح بكرة. بانا هلأ مو وقت نحكي بهذا الموضوع، أنت شايف الوضع. لو سمحتي روحي وخدي معك سمرة. أنا اجيت لهون مشان ساعد أخوك، وما رح روح من هون قبل ما يطلع. خد وقع على إفادتك، يلا. ما عم يقعد عاقل، ما بده يبعد عن المشاكل، ما عم يتعلم من غلطه. هالولد شلون بفكر؟ شو صاير له؟ والله مجنون، ما بيعمل الشيء اللي عم يعمله اخوك. وانت ما بتختلف عنه. لك ليش ما خبرتني دغري؟ لاني خفت الشرطه تتاخر. عم تساوي اللي براسكم وبدون ما تسالوني كمان. لكان كيف عرفت انه هنيك؟ شو عرفك انه راح لعنده؟ هو أعطاني مصاري مشان شوف شغلي، يعني من وين بدي يكون جابون إذا ما بدي أروح هالمباراة؟ مشيت وراه ولحقته للصالة الرياضية، وقت اللي طول جوا خبرته لعلي يجي لعندي فورا، وبعد ما هن طلعوا لحقناهم لوصل. بعرفه لهذا الزلمة، هذا جمال، هو اللي بيدرب مهند. هذاك مو فرحات؟ يمكن. شو عم بيصير؟ ها؟ شايف هو ما بيقاوم بلوب. أنا ما عم بفهم شو اللي عم بيصير. لأنه رضيان. لك شو هذا مجنون يروح معه؟ ليش عم بيساوي هيك؟ رح اتصل بالشرطة وخبرهم. تعال تعال خلينا لحول. تعال. شو
حبيت امنعه عن الملاكمة من شان ما يأذي حاله. أنا شو بيعرفني إنه هذا فرحات عم يعمل شغلات تانية؟ شو بيعرفني إنه تاجر مخدرات؟ على أساس لو عرفت ما رح تخبر عنه. ما توقعت إنه المشكلة تكبر لهالدرجة. أنا قلت لحالي بروح بجيب مهند من هنيك وبيجي. والله ما عم استوعب شو له شغل مع هداك الزلمة. لا وشو بيقول حليت المشكلة معه؟ بسيطة بس ليطلع أنا بورجي. ليش ما عم يطالعوا؟ ليكون ما بدهم يتركوه هلا. لا تاكلي هم، مؤيد قال لي رح ياخذوا إفادته ويطالعوا دغري. إن شاء الله يكون قدر يشرح له مشكلته. هو شو له علاقة بالمخدرات؟ يا ربي شو هالورطة؟ ما تاكلي هم، المحامي تبعنا جوا وهو رح يهتم فيه. بس هلا إذا طلع وشافكن هون رح ينزعج، ومن غير شي هو متوتر. ليش بده ينزعج؟ نحن هون لنساعده. ومؤيد حب يساعده كمان، وعقد الأمور أكتر. ليش؟ الزلمة كان بمشكلة واحدة، هلا وقع بعشرين مشكلة. سمرة، يلا، لا تخلوه يشوفكن وقت بده يطلع. بس لأمن عليه إنه طلع بروح بعدين. علي عم يحكي مزبوط، قوموا روحوا بلا ما يشوفكن ويتوتر. هاي ماما. يا الله. ألو؟ بنا وينك؟ شو في؟ ما في شيء. قالوا لي طالبة محامي من الشركة وبدك إياه بسرعة. شو صاير معك؟ شو المشكلة؟ بدر اللي قال لك ما هيك؟ أنتِ جاوبيني على سؤالي بالأول، ليش طلبتي المحامي؟ شو الموضوع؟ صاير معك شيء؟ لا يا ماما، بس أنا احتجته مشان أخوه لمؤيد. علقان بقصة بدون قصد. وأنا يعني ما حبيت أتركه لحاله. يعني ما في شيء طمني. هذا هو اللي كنت خايفة منه. لا تخافي أمي، هو ما له علاقة بالقصة. وهلا بعد شوي رح يطالعوا. خلص أمي ما تاكلي هم. والله زودناها على البنت، يعني عم تتبهدل بسببنا. لا تقلقي، ما في شيء، الموضوع انتهى. بعد شوي برجع وبحكي لك بالتفصيل. إذا أنت بتشوفي إنه وقفتك هنيك بتليق فيكي فأنا ما رح قلك شي بنو. ماما بعدين بنحكي، ماشي؟ باي.